مبارك بن حمد الشايق الشهواني نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. احنا موجودين في مكتب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في الدوحة في منطقة اللقطة. اللجنة هنا المكتب الرئيسي طبعا اللي بيداوم فيه الرئيس، انا بداوم فيه نائب الرئيس، وموظفين الشؤون الإدارية وشؤون الحسابات كله بنداوم هنا. الدور هذا هو اللي يعني بيصدر القرارات او بيصدر الاوائل اللوائح، بيصدر التعليمات التنظيمات، هو اللي بيشرف على السباقات من هنا، يرسم الخطه السنويه، بيوضع البرنامج السنوي لسباقات الهجن هنا من هنا، بعد كذا توزع في مكتب ثاني في منطقه الشحنيه. هذا المكتب هو اللي من هناك بيتم التنفيذ. في وجود رئيس اللجنة في عندنا عقود بيننا وبين إدارة التخطيط العمراني وزارة الشؤون البلدية، وفي طبعا جوائز الناس اللي بيشاركون في الجوائز، وهذا والله أنا اللي يعني بكون عارفهم لأني أنا بديت معهم من سنة 79 لحد الآن، فبكون معروفين لي الأشخاص اللي طبعا إشراف على السباقات. إذا وقت السباقات هناك مع الرئيس نشرف على السباقات في ميدان الشحنية. الكتب التوقيع الكتب اللي تصدر من اللجنة إلى إدارة مخاطبة الوزارات الإدارية في حال إن الرئيس مش موجود، يعني سفر الرئيس أو في مهمات، هذا اللي أنا الدور اللي بقوم به في اللجنة. تعينت أنا في نادي السباق والفروسية والهجن كان 1400 هجري تعينت فيه، انتقلت من إدارة المواصلات إلى نادي السباق الفروسية وسباق الهجن، وكان رئيس السباق كان الشيخ علي عبد الله بن علي الثاني. فتعينت الوقت هذاك في السباق، وبقيت أنا والشيخ الوحيد أنا الموظف في اللجنة. استعنا بناس من الشرطة، شرطة الخيول، كان في شرطة كان ماسكتها الخيول، كان ماسكتها شرطة يعني في فرع من الشرطة، فكنا استعنا لحد الموظفين القطريين، واللجنة شافت النور. بعدين جاء الموظفين، صار فيه موظفين يعني قطريين وغير قطريين هذا، وبدت اللجنة لحد 89 الشيخ علي بن عبد الله بن علي ترك مهنة السباق والفروسية، وانفصلت اللجنة من الخيول من نادي السباق والفروسية، فصار فيه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سنة 1989، وفيه نادي السباق والفروسية. طبعا هذا بتعميم أو بقرار إنشاء من رعاية الشباب، وكان رعاية الشباب كان نائب رئيسها كان الشيخ ثامر بن محمد الثاني، بناء على تعليمات توجيهات الشيخ حمد بن خليفة الثاني، فطلع القرار وتعين الشيخ حمد بن جاسم الثاني رئيسا للجنة المنظمة لسباقات الهجن من 1980 لحد اليوم 2016. قبل لا تنشهر اللجنة المنظمة كان الميزانية حوالي تقريباً 200,000 تعرف ما تجري، يمكن نجري في السنة سباقين بس. فظلينا بالحال هذا لحد 89. بعد 89 ما انشهرت اللجنة وضعت لها ميزانية، يعني صار لها فيه جوائز عينية جوائز نقدية، كان في أوسمة يعني لهذا السباق، فحتى تطورت شوية 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 لحد اليوم هذا ما شاء الله صار يعني السباق الواحد يمكن فيها 340 سيارة، يعني سيارة من أفخم السيارات. بعد ما تكونت اللجنة هذه كثر عدد الهجن،
بعد ما كذا عشان تتحكم اللجنة فيها لازم تحدد الشريحة، فاستعنا عملنا شرائح في الهجن عشان الشريحة دي مثل الرخصة، رخصة الطير أو رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية تبع الإنسان، محدد فيها معلومات كاملة عن الهجن، إن هذه من يعني سنها، مالكها، يعني نوع الهجن هذه، هل هي مهجنة، خليط بين الهجن السودانية، المهجنة هي الخليط اللي بين الهجن السودانية والهجن الجزيرة العربية، أو إنها عمانيات نسبة إلى مسمى عمان اللي موجودة الحين في قطر وفي دول الخليج. طبعاً هاي كل واحدة بتاخذ بطاقة شكل يعني. بعد ما خلصنا من البطاقة من النظام هذا، نظام الشرائح، عملنا نظام اسمه نظام التحكيم، نظام يعني الفحص، الشان فحص، لأن الهجنة الحين إن العملية الرياضية بتطور سريع، فالبعض العملية كان الهجن يعني مرات معروف إنه يعني فيه حاجات بيزيدون سرعة الهجن، فطبعاً عشان نضمن حق الإنسان، عشان تكون الفرص متكافئة بين الأشخاص، لازم نتضمن إن الأشخاص كلهم إن الجمل هذا اللي داخل السباق إنه يعني نفس الجمل هذا، اللهم السرعة ذي السرعة اللي ما دخلت عليه أي عقاقير أو أي أدوية أو أي منشطات أو شيء. فعمل مختبر، المختبر طبعاً المختبر الأول في دولة قطر هنا، عملنا مختبر. المختبر هذا إذا فيه نوعين من الفحص، في عندنا سباق أشواط الرموز، هذا تسحب عينة الدم وعينة الوزر من الهجن قبل الاشتراك في السباق عشان نحدد، لأن هي مشاركة، نحدد أن هذه خالية من المنشطات اللي طبعاً فيها منشطات تستبعد من المشاركة نهائياً. الهجن المشاركة في أشواط السيارات والأشواط النقدية هذا بيتم فحصها بعد المشاركة، بعد فوزها فيه ناس، في أطباء مختصين بيسحبوا عينات من الدم هذا بيودوها على المختبر، هناك في المختبر تفحص. في البداية أول ما توصل الهجن والنتائج كان توزع الجوائز، الوقت ذا لا، الجوائز توزع بعد نتائج المختبر. فاللجنة عملت لنا يعني قرارات إن لازم يكون فيه فحص للهجن، لازم يكون هجن المشاركة، لازم يكون فيه الشريحة، الهجن ما تشارك في شو أكثر من شوط عشان تعطي الفرصة للمشاركين الآخرين، الهجن السودانية ما تتشارك مع الهجن الجزيرة أو الهجن العمانيات ما تشارك معها. طبعاً التسنين لازم تكون الهجن مسننة قبل اشتراكها في السباق، لازم أن كل اللي بيخشوا في الشوط مستواهن العمري واحد، نوعهن التهجين نوعهن واحد إذا كان مهجنات أو عمانيات. تسعة وسبعين بدأنا السباق في منطقة اسمها الأبرقة، كانت المسافة 16 كيلو متر، فكان يجرانا الجمال الذكور والإناث كانت مخلوطة مع بعض، وكان في السنة يجرون السباق مرتين، كان مخلوط الجمال هذه، المسافة 16 كيلو في المسافة هذه. أنا قبل لا كان في سباق، قبل لا التحق باللجنة كان في سباق في 16، كنت أنا ركاب في الزمن 16، فجيت في المركز كان الجوائز 70، أنا جيت رقمي كان رقم 25، جيت في المراكز وكان بيركبون، أنا بذكر الناس اللي بيركبون معي، كان فيه مبارك محمد الضابط الدوسري كان ركاب، وكان فيه جابر بن حسين البريدي ركاب، وأولادهم محمد ناصر الطريبيل كانوا ركابة يعني كانوا يركبون الهجن، حمد الله يرحمه، في ناس متوفي، حمد عبيد قطيان، سعيد أخوه كانوا موجودين، فأشخاص لازالوا موجودين الحين هنا يعني. بعد هذا توالت السباقات، صارت 4 مرات في السنة لحد تقريبا 85-86 تم فصل الذكور من الإناث بالنسبة للهجن، وبدأت السباق في 89 لحد انتقلنا للشحانية هنا. ما كان في حواجز، كان في يعني مكان يعني طريقين مستقيمين، خطين متوازيين،
واحد بالمسافة اللي بينهم كانت يمكن تقريبا حوالي 15 متر، هذا على طول الخط 16 كيلو. كان طبعا الأرض مفتوحة، بعض الجمال كانوا كله سيارات من هنا ومن هنا ومن هنا من جوانب السيارات، كان الجمهور كان مكان الطريق ما كان يعني مكان حجر يعني كان محطوط عليه شوية رمل ما تعدي الجمال موقع والسيارات ما تخش عليه، كان بس الجوكي الركاب اللي راكب والمطية هي اللي داخل هذا المسار ليه حد النهاية. النهاية فيه عندك شبك معمول دائرة معمول شبك سياج من الحديد مع بوابة، هذا أول ما يتخلص السبعين رأس العدد في واحد بيسجل الأول الثاني الثالث كذا المراكز بيسجلها لحد ما يتخلص السبعين، بعد السبعين بيقفلوا الباب. الهجة المضمرة سبق الهجة المضمرة سبق مشوار طويل. شحنية جينا هنا أجرينا أول سباق 10 كيلو و8 كيلو، كان شاركنا فيه في السباق هذا كان وضع كاس، أول كاس فازت به ناقة اسمها الذهبة عند راشد بن مقارح المري وابتاعت طبعا الناقة هذه. بعد بقت السباقات تنتشر، كان السباق بس لسن الإجذاع والثنايا والحيل والزمول، ما كان في سن اللقاية فئة اللقاية وفئة الحقائق ما كان. فبدأت السباقات بهذه يمكن سنة سنتين لحد مثلا 92 بدأ أول كاس حطوه، كاس سباق اسمه سباق الأمير، حطوه أول السباق هذا صار فيه سباق اسمه سباق الأمير، حط أول كاس، ظلت السباقات لين حتى 96. في 96 قمنا عملنا سباقين، سباق باسم الأمير وسباق باسم رئيس مجلس الوزراء، فكان في السنة عندنا سباقين ختاميين وعندنا أربع سباقات عادية محليات مشاركين فيها. هاي السباقات كانت مشت لحد تقريباً 2007. في 2007 دخل سن الحقائق ودخل سن اللقايا، لأنهم خلاص صار الألالي، لأن السن الصغير ذات ما كان يتحمل الراكب الكبير، هذا سبب إنه ما كان شارك. بعد ما جاء الراكب الآلي خف الراكب الآلي، شاركت الفئة اللقايا وفئة الحقائق من 2007 لحد اليوم بتشارك، لأن وزن الراكب الآلي تقريبا كيلوين ونصف. سبب استبدال الراكب البشري بالراكب الآلي منظمة حقوق الإنسان، عملت شوية ضجة في دول مجلس التعاون الخليجي. في الأمير، أمير الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد يوم كان في الحكم قال خلاص ما دام الأمور وصلت لهذه الكاملة وفيه يعني الرياضة هذه ما بدنا نعدمها، لأن في ناس من أهلنا وأهل قطر كل أبوهم والدول مجلس التعاون معتمدين عليها والجيل كله معتمد عليها، والرياضة هذه إحنا نشرناها، لازم فكرونا في شيء يستبدل بدل الراكب البشري. ففي نادي العلمي اخترع الراكب الآلي، بدأ أول تجربة كان في شركة سويسرية جات هنا عن طريق بنك التنمية، جايبين ركاب كبار الوزن 27، وعملنا سباق شوطين، المهم كل شوط يجري بيعود 15 راكب 9 منهم ما يشتغل، وكان كذا. بهم المهندسين اللي هنا قالوا احنا والله يا عمي ما نقدر، ما عاد نقدر نواصل، الجمال هذه بتخض الراكب كثير وبتنفض الراكب، والراكب هذا وزنه كبير، احنا فهمناهم قلنا لهم هذا وزنه كبير فما صدقوا. مهم عملوا راكب كبير والراكب الكبير فشل، فقال الامير لا فكروا
يا القطريين تفكروا تفكير السليم. فكروا هنا، جابوا النادي العلمي، فكر، اخترع الراكب الآلي، اخترعوا الدينامو. طبعا الراكب الآلي هو عبارة عن دريل مع جسم هيكل معدني مركب عليه، مع اتصالات دائرة لاسلكية بتتشغل مع جهاز ريموت. فاخترعوا الراكب هذا وعملوه يركب. فبدأت فكرة الراكب الآلي على الصغيرة، هذا النادي القطري اخترع الناقض الآلي، واخذ عليه موافقة واخذ براءة اختراع عليه، والحمد لله الأمور ماشية الحين. وبعدين كل نصنع راكب آلي من النادي العلمي الحين، حتى صاحب البقالة عنده راكب آلي بيصنع، أي سوبر ماركت هنا بيصنع راكب الآلي. والحمد لله الفكرة لحد الآن ماشي، الركاب الآلي ومريح الناس، لا مصاريف لا رواتب لا يعني خطر، الإنسان ما بيخاف عليه، هو وقع ولا الجمل طاح، هو ولا طاح الجمل ما بيتأثر، يعني ما يخاف عليه. الهجنة اللي في قطر هنا كلها بيسموها يطلقون عليها اسم الهجنة العمانيات، نسبة لأنها جاية من عمان. فالهجنة الممتازة الأصيلة المتأصلة، يعني هجن لا ثابتة مولدة يعني من مدة طويلة، هذه هجنة اللي سلالتها طيبة هي الهجنة المفضلة. بغض النظر يعني في دائما بيقولوا الأصيل لازم بالجود في النهاية. بالنسبة للهجن العمانيات الحين ثقلاً شوية، لأن بتتصف باللحم بعد ما دخل التهجين. التهجين كان ازدواج بين الهجن السودانية والهجن العمانيات، فطلع الفصيل المولود ذا بيسمونه مهجن، فطلع مهجن. طبعاً المهجن هذا هو أخف يعني سرعة، أخف سرعة من الهجن العمانيات، مع أن مش كلهم، في هجن عمانيات أصايل يعني، والهجن المحلي يعني عمانيات أصيلة. هذه الهجن دائما يعني بتكون بعضها سريع اسرع من الهجن المهجنات، ما هناك معيار يعني يضبطهم في الكلام هذا. لكن النسبه الكبيره للمهجنات هي الوحيده اللي بتكون يعني اسرع من الهجن العمانيه. كان الإنسان الأول ركاب ويضمر مطيته، فهذا طبعاً ما تفصله، ما تقول له هذا مضمر، تقول نسميه مالك هجن أو ركاب أو شيء، ما نسميه المضمرين. المضمر هو اللي يعني يملك هجن، عدد هجن في السباقات بعد ما جت السباقات، أو يملك هجن لأصحاب السمو الشيوخ، بيكون هو المدرب أو هو المضمر. طبعاً قطر غنية بالمضمرين الكبار، وغنية بالمضمرين اللي يعني أنجزوا، أمثال مثلاً ناصر بن مسفر الشهواني، هذا يعني مثل قطر خير تمثيل في الداخل وفي الخارج، وحصل على رموز وعلى سيوف، وجاب هو الوحيد اللي جاب يعني 4 كاسات في يعني في 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 سباق واحد في ند الشباب. عندك فيصل بن شريم، فيصل بن طالب بن شريم، هذا مضمر كبير يسمونه مضمر القرن. هذا المضمر يعني له باع طويل في الرموز، في هذا في مضمرين، كان مثل راشد المقارح مضمر يعني معتمد، في مضمر مثل عنزان محمد النعيمي، هذا رجال يعني مضمر وله باع في التضمير. حاليا في محمد العطيه، في سالم الفران المضمر الذهبي والمضمر المشاغب، هذول اطلاق القاب اطلقوها عليه، لكن في النهايه مضمرين يعني لهم ثقلهم في الميادين. لكن المضمرين اللي كانوا انشهروا على مستوى السباق
يعني هم اول بيكون ناصر بن مسفر الشعواني، يجيك طالب بن شريم، فيصل بن طالب، راشد بن مقالح، سالم بن فران في الحقبة الأخيرة، في الآونة الأخيرة، محمد العطية، هذول المضمرين يعني بعضهم مضمرين تبع الشيوخ. وطبعا المضمرين يعني لهم باع طويل، كانوا ركابة وكانوا مدربين وبعدين أصبحوا مضمرين ولا زالوا ملاكين هجن. في مثلا حمد بن حسين بن جرحب، هذا كان يعني بضمر هجن اسمه الشيخ فهد بن عبد العزيز، كان له باع طويل في التضمير. والله يسامحوني المضمرين لو أنا يعني نسيتهم، ما في وقت عشان أذكرهم وأذكرهم، لكن كل أبوهم يبيضون الوجه في التضمير. الأول سعود بن محمد آل سعود، الثاني محمد بن علي بن ربيع، والثالث سحمي صالح العتيبي، الرابع محمد بن علي العرجان، الخامس حمد بن علي بن شعبول المري. الجوائز كانت في قبل كان نقدي، ما كان في سيارات، كان جوائز نقدية، وكان يحصل الواحد على 25,000 ريال في المركز الأول. كان زمن الأبرقة في السبعين كان الجوائز آخر واحد يمسك 3,000-2,000 ريال. لكن بعدها بعد ما تولى حكم البلاد الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد، طورت الجوائز، كبرت الجوائز، صارت السباقات كثيرة. فبعدها يعني صار فيه جوائز عينية، صار فيه رموز، صار فيه جوائز نقدية، عدد الأشواط زاد. بعد ما تولى الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني مقاليد الحكم في البلاد، لا أصبح عاد العصر الذهبي، يعني عصر الهجن، ولا زلنا نعيشه، لا زالوا أهل الهجن يعيشون، أنا بسميه العصر الذهبي يعني. والكل شيء متوفر، الجوائز كبيرة سواء كانت نقدية سواء كانت عينية، أشواط عدد كبير، المشاركة مفتوحة، السباقات الختامية كان في سباقات كبار، سباقات المؤسس، سباق الأمير الوالد، سباق مسك الختام، يعني سباق الأمير. وإن شاء الله يعني في السباقات في السنة الجاية بيكون في سباق اسمه سباق تحدي، لسه ما شاف النور، لكن نبشر أصحاب الهجن إنه إن شاء الله بيكون في سباق تحدي بأمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، والأصحاب يعني دائما لأصحاب الأفكار الطيبة. الجوائز السنة هذه كانت حتوصل لمليونين، يعني الواحد بدل ما يبيع هجنة يأخذ المليونين ويسبق في السباق يحصل له يمكن حوالي مليونين والجمل عنده، فما فيش لازم يبيع. حتى أصحاب الهجن الحين انتهوا عن بيع الهجن، بعضهم يقول أنا حصل مليونين لمسافة 6 كيلو 8 كيلو، فليش أروح أبيع هجني؟ كل سنة بعد تعرف أنت الهجن اللي فايز هذه رصيد، بعض الهجن رصيدها يمكن حوالي 4 رموز 5 رموز سيوف، ورصيدها من السيارات يمكن يكون 16 سيارة 17 سيارة، فهذه يعني مضمرين. الإنسان إذا تربى مع الجمل وأخذ على ينسى، بيفرج الهم، بيستانس الإنسان، الهواية بتزيد، يعني بتقول سبحان الله الجمل حيوان محبوب مألوف عند الإنسان. فحتى الحين لحد اليوم هذا الناس المضمرين لو سألتهم بيقول لك إن الجمل هذا يساوي عندي شيء، بغض النظر عن الجائزة أو عن البيع أو الشراء ولا ذي. فالجمل تعرف الجمل محبوب، لا زال محبوب حتى عند الناس الحين. الأولاد الصغار اللي عندنا دائما بيجون بيركبون الجمل ويحملون الجمل، حتى مو صحيح مو في السباقات، لكن لو جيت البر قطر من هنا تحصل كل واحد عنده جمل ورابط ويركب وهذا. فسبحان الله شيء إلهي هذا الجمل إنه محبوب لدى الإنسان. الهجن المضمرة سبق مشوار طويل مثال.